التقى سامح شكري وزير الخارجية الملحقين العسكريين وزوجاتهم المرشحين للعمل في مكاتب وزارة الدفاع بالخارج، وذلك بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في إطار الدورات التدريبية الخاصة بهم. وتناول شكري في كلمته الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات المرتبطة بها ومواقف مصر تجاهها، فضلا عن مسؤولية من يمثل مصر بالخارج في نقل صورة حقيقية لطبيعة الأوضاع في مصر وما تشهده من تطوير وتحديث في كل المجالات والقطاعات. نفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوية